اهلا فيك وفيك فيديو جديد اليوم. كيفكم؟ شو اخباركم اصدقائي؟ من قبل عملنا اسال عفراء، اسال عصام، اسال مدري مين، وكلياتهم عملوا الا انا. وصل الدور اللي عندي وقفناها، فبهذا الفيديو راح تزنقوني واخذ تعليقاتكم وجاوب عليها كلياتها. بنبلش باول تعليق كان انه قال وسام مين اخر شخص ضربته وليش؟ هلا انتم طبعا بتعرفوني عصبي وهيبه وكذا وهيك، بس انه والله ما بتذكر. هلا اذا كان بالمزح فالكل الفريق كلهم بالمزح، اما بالناحيه انه اذا كان عن جد فبتذكر اخر مره كانت في مشكله وبسبب اغنيه راب، ببقى بحكي لكم عنها بعدين. تعليق من احمد العيسى قال وسام شو اكثر شيء واهم شيء تعلمته من والدك الله يرحمه؟ دخيل قلبك صديقي، تعيش ترحم ابي دخيل ربه. كان يشحطني معه على المزرعه وعلمني كثير شغلات، كنا نعمر مثلا عمار المزرعه تبعنا بايدنا، الحداده، النجاره، الزراعه، ما خلى شيء ابي ما علمني اياه، حتى اللغه كمان اللغه الانجليزيه كنا نحن صغار علمنا اياها والدنا، وبعد ما كبرنا تعلمنا اكثر صرنا نحن نعلمه اياها. بس انه شغله مجال وحيد هو اللي ما قرب عليه ابي او ما قدر يعلمنا اياه هو شغلات اللي علاقه بالتكنولوجيا او الانترنت او هالقصص، لانه كان هو ما عنده علم فيها. تعليق من حمود المشاكس قال وسام كيف كانت حياتك قبل اليوتيوب والشهره؟ هلا اول شيء انا ما بعتبر حالي مشهور حاليا، وكيف كانت حياتي؟ حياتي طبيعيه مثل اي شخص ثاني. هلا كنت اشتغل خمس شغلات سوا تقريبا او اربع شغلات فعليا، يعني شغلات حقيقيه ببقى بحكي لكم عنها. انا ناوي اعمل فيديو عن قصه حياتي كامله ببقى بحكي لكم كل شيء. وانما يعني حياه طبيعيه، كان عندي محل كاونتر العاب، وكان عندي رف شله كان منهم عصام، وانما كان فيه كثير اشخاص انتم ما بتعرفون. ان شاء الله اذا استمعت فيهم بعرفكم على الكل وببقى بحكي لكم كل شيء بالتفصيل. تعليق من منى طباخه دخيل ربك يا منى. على فكره منى بشوفها بالتعليقات على اليوتيوب بالبثوث المباشره كلها على اليوناب، بشوفها بالقناه الجيمنج، وين ما رحت بشوفها دخيل قلبك شو بحبك، مع اني انا ما بعرف انت مين. وسام شي مره عملت موقف ندل مع رفقاتك؟ واذا ايه احكي لنا. هلا اكيد وكثير، بس انه يعني بدها لحالها فيديو عن احكي لكم. حتى انا شغلات اللي بنعملها احنا يعني انه كانت اوفر هيك شغلات شباب، ممكن احكي لكم قصه تقول انه يي ما اعرفكم، يا الله مزحكم شو سئيل لهم لهذا الحكي، بس انه كان كثير وكنا نحتفظ يعني طبعا نذكره فيها للشخص لسنه لقدام مثلا. تعليق من احمد حرس قال وسام شو اكثر اكله بتحبها؟ انا مو من جماعه الاكل، ما كثير الي مراق بالاكل، ما كثير بخطط لهيك، انه شو ما اجى الحمد لله، بس انه شو ما اجى ما باكل كثير. تعليق من ابراهيم اس اتش قال وسام شو الشيء اللي بتنساه انت وعم تصور واللي بتخربط فيه انت وعم تصور؟ هلا اول ما بلشنا صديقي كنا كثير نخربط ونعيد وكذا وهيك، بس هلا حاليا بعد فتره طويله انا بس برنامج التيكت لحاله صار بالحلقه 58 يمكن، فما في اخطاء، الامور كلها تمام، التراتيب كلها تمام، الفريق كله تمام، ما بننسى شيء، كله على 24 مثل ما بيقولوا. وانا ما بنسى شغله واحده اللي هي اخلاقي، لانه غالبا انا بصور مع ناس من عمري او اصغر وهن مو اولاد المجال، وهذا المجال بده ناس فتحة وبده ناس يعني مجال صعب بالنهاية، فأنا بكون تحت ضغط التصوير، بصير في أخطاء، بصير في شغلات هيك، فبفقر أعصابي أحيانا، بتمارى بزيدة بعصب شوي على اللي عم يشتغلوا معي، بس عطول لما بعصب لما بصير هيك شيء بعد جلسة التصوير بكون في جلسة اعتذارات أطول من جلسة التصوير. تعليق من علي ماكس قال وسام بعمرك انزعجت من المتابعين أو التعليقات المسيئة إلك وفكرت تغلق القناة؟ هلا صديقي اذا بتعتمد على التعليقات لتغلق القناه او ما تغلقها فانت غلطان كثير. ابدا ما كثير ادق على التعليقات، بشوف التعليقات اللي فقره مقفل او بشوف التعليقات اللي بتلمسني هيك، ناس بكونوا عم يعلقوا لنا شيء وغالبا بحط لهم هي اشاره القلب، مو بس انا مني ومن الفريق يعني، هي اي حدا بشوف تعليق بحطه. وانما يعني باقي ما تبقى ما متعود، انا بتعرف انت شعبنا شلون بطريقه الحكي تبعه بالذات المرجله عبر الكيبوردات اللي بتصير، وانا ما بعمره ما زعجني شيء صراحه لاني بعرف الترتيب وبعرف هذا المجال. بس مره واحده كان في كنت عامل انه اسال امي بهاشتاج خالي انفراس او ماما انفراس، ففي واحد كتب انه هاشتاج ماما انفراس او خالي انفراس ومزح معها مزحه، يعني انا بخجل اولى بهذا الفيديو، بخجل اولى بالقناه، فما بعرف هو شلون قدر يقولها لام شخص ثاني، يعني ما بيعرف هو غلاوه الام او ما بيعرف احترام الامهات. فاحيانا بزعل على الشخص اللي بيكتب هيك تعليقات، بحسه انه هيك ما بيفكر، والله ما بزعل منه، بزعل عليه انه ليش هيك انت عم. تعليق من حنون درويش قال وسام شو اكثر اسم اغنية اجنبية بتحبها؟ هلا كنت عم بسمعها اغنية اسمها دراونين، فيديو كليب تحت المي وبيجنن. تعليق من جوان بيف قال وسام شو راح يكون شعورك انت ونايم ويجي عصام يكت عليك مي؟ هلا ما بعرف، ما عم اقدر اتخيل، بس ما بتوقع يطلع من امره شيء هذا. وسام اذا قناتك اخترقها واحد وصارت ملكه شو بتساوي؟ هلا فعليا احنا بنبعت ايميل لشركه جوجل وبيرجعوا لنا القناه مثل ما كانت، لانه قناتنا موثقه من يوتيوب، بس على فرض صار هذا الموضوع برجع ببلش من الصفر يمكن، او بجوز اترك المجال كله، ما بعرف شو بصير.
سوريا وافتخر على الوسام، مالك ناوي تخطب وتلحق رفيقك؟ قصدي على عصام يمكن، بس صراحة لا ماني ناوي هالموضوع، وانا يعني بهالعمر ضد هاي الفكرة. تعليق من ديما محمود، قال الوسام شو رأيك بفكرة انه الشخص بس ينشهر بيصير لا اراديا شايف حاله؟ انا ما على هاي الفكرة، بس ليش يعني شو سببها فعليا؟ انا جربت لهي القصة، الفكرة انه البني ادم بس ينشهر بصير الناس تتواصل معه اكثر، بيجي رسائل اكثر، بصير في ضغط عليه اكبر ومسؤولية اكبر، وبنفس الوقت بصير يشوف يعني الناس، في منهم ناس مناح وناس مو مناح، فهو بصير يشوف الشغلات من الناس المو مناح، هذا مثلا حكى بده منه مصلحة 50 مرة، هذا مثلا سبه، هذا مدري شو، هذا تواصل هيك، والناس عن جد غريبة الأطوار بشكل عام، الناس ككل يعني غريبة الأطوار، فبصير هو يختصر هاي الأساس، فالناس هون دغري بتقول له ها أنت صدقت حالك وصرت شايف حالك وتكبرت علينا. تعليق من غفران بي ام، قال وسام مع مين بترتاح قدام الكاميرا أكثر، عصام ولا عفراء؟ تعليق بده يحطني بزنقة. هلا مين بيرتاح منهم قدام الكاميرا اكثر؟ هلا عصام بياخذ برياحه كثير، هلا عفراء لما توجه الكاميرا عليها مره شوف سر الله هيك بشكل مباشر ما بعرف تتلبك، اما بالسكتشات بالتمثيل اداء حلو كثير وقوي، اقوى من عصام. اما عصام بشكل كلي بشكل عام هو باخر الموضوع انه هو عم يتسلى، فبيكون على طبيعته، بس انه بصير ينكت اكثر، وانما هو هي حقيقته، يعني هو بيقول انه انا اخر القصه تسلاي ومو فارق معه، وعن جد هذا هو. انا مين بفضل اشتغل معه اكثر لكون صريح؟ هو الشخص اللي اخر الموضوع مو كتسلاي، اخذها كشغل، بالتالي عفراء اكثر، على الرغم اني بحب اسلوب عصام، بحب وجوده. تعليق من اسد القيسي، قال وسام هل عندك طموح تصير ممثل وتعمل عقد مع احد القنوات على التلفزيون؟ هلا انا بحب التمثيل ماشي فيه، بحب هذا الجو كله، بحب بشكل شو ما كان هم في كاميرا، انا بحب هذا المجال، وانما يعني حتى بيجيني عروض، بعمل مقابلات كذا هيك، وانما نحن انه المنتج تبعنا حاطط خطه معينه ونحن واثقين فيها وماشيين عليها ومآمنين فيها، وبس انه انا يعني لكون صريح انا بحس انه التلفزيون عم يموت شوي شوي، ما بعرف ليش، يعني بحس انه هيك ما حدا عارف يتفرج على التلفزيون، هذا اللي بحسه بصراحه. تعليق من روان مشهدي، قال وسام شو اكثر شيء بيستفزك بعفراء؟ احبنكم، نحن كمان نحبك كثير. هلا هي واقفه ورا الكاميرا وعم تستنى، عرفتي كيف؟ عم تستنى الجواب. اكثر شيء بيستفزني بعفراء انه هلا كلياتنا بصير معنا مشاكل، كلياتنا بصير معنا مواقف، كلياتنا بصير معنا قصص، بس اللي بيستفزني بعفراء انه هي مثلا هسه صار معنا مشكله، انه بدل ما نحلها ونروح، لا هي يعني طريقة تعاملها مع المشكلة بتخلق مشكلة تانية أكبر، وإيدين رجلين وصار وكان لازم وبصير وما بصير وما بعرف شو. أنا بفضل إنه أتعامل مع المشكلة بشكل عقلاني، إنه خلاص مشكلة الحل تبعها حليناها، بنسى القصة كلياتها وبكفي. لا إن يعني بهي بتوقع هي يعني قلة العملية. تعليق من محمد خلف، قال وسام لو قالوا لك خلصت الحرب بسوريا إن شاء الله وبترجع، وشو أول شغلة بتعملها؟ هلا طبعا يا ريت، بتمنى يعني أنا لو كنت بسوريا يعني لو كنت بسوريا وعم بشتغل بنفس المجال وبنفس كذا كنت كسرت الدنيا، لأنه بسوريا قلي رفقات كتير وشباب كتير عنده طاقات وفي وقت وسيارات وأماكن وكل شيء بدي اياه بساوي، بكون مرتاح أكتر بكتير، فبرجع. وطبعا يعني إنه أي شيء يعني والله على حدود سوريا أرحم من الغربة وين ما كانت تكون، وإن شاء الله يا ريت. تعليق من توت تاكي، قال وسام لو قالوا لك إنه ممكن تسافر مع أي شخص مشهور، مع مين راح تسافر؟ مين أنت عم قولوا مشهور يا عفراء مشهور؟ هلا أنا ما عندي حب هاي الشهرة والمشاهير وكذا وهيك، بس إنه مع مين هيك سؤال صعب على فكرة، يعني بقول يا أما إنه إمينيم أطلع معه هيك رحلة حول العالم يغني فيها وعلى المسارح وكذا وهيك بحقق حلم طفولة، يا اما اذا شخص هيك انا بحبه كثير وعن جد هذا الشخص من مسلسل جيم اوف ثرونز انا بعشقه كثير وبحب حكياته وبحب اقعد معه. تعليق من بين حدا، قال وسام شو اكثر شيء بتعمله انت وزهقان؟ بقفل على عفرة مضريب. وكمان تعليق من ليون اس واي، قال وسام شو بتعمل قبل ما تنام؟ كمان بقفل على عفرة. لهون بكون خلص الفيديو تبع اليوم، شكرا كثير لوقتكم اصدقائي. للحلقه الجايه اكتبوا لي اسئله بهاشتاج فريق لشخص من فريقنا لسه ما طلع قدام الكاميرا ولا مره، وانما انا ما بوعدكم يطلع، بس بترك حريه الخيار لإله، هو يا بشوف تعليقاتكم بيطلع بيعرفكم عن حاله وكذا وبجاوب على اسئلتكم، يا اما لا. بنشوفكم قريبا، احبكم.